السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. The Witcher Wild of Hunt والمزيد من التوضيحات. بالنسبة إذا كان عندك سؤال عن أي شيء أو كذا بممكن ربما أساعدك إذا وجدت وقت إن شاء الله. وكل ما عليك ترك التعليق إذا كان يهمك أو تبحث عن شيء معين في اللعبة. بالنسبة للفيديو الذي السابق الذي وضحت فيه كيفية الحصول على نقاط هنا في الشخصية، على نقاط مهارة أو هذه نقاط القدرات، هذه نقاط المهارة ثلاث، لاحظوا أنا وضحت كيف تحصل على 65، والحقيقة هي يعني مؤكدة، الطريقة مؤكدة ولا لم مجال للنقاش فيها. بعض الأصدقاء وجدوا صعوبة في الحصول على مستلزمات بسيطة اللي هي العسل الأبيض. ها هي هنا العسل الأبيض، أين هو العسل الأبيض؟ نعم، مشروب ماريبو، هذا مشروب ماريبو فوريس و العسل الابيض، لا يهم اذا كان فائق او متقن الصنع او لا، المهم هذا العسل الابيض ومشروب ماريبو فوريس. هذه تسمى مصنعات او مركبات الخيماء، يعني تصنعها هنا، تقوم بصنعها وحدك هنا. لاحظ تستطيع صناعه هذه الصبغات، تستطيع ايضا هنا صناعه المشروبات ومستخلصات، ايضا تستطيع صناعتها هنا بشرط انك اول شيء تحصل على مخطط او ما يسمى بالمخطوطه، مخطوطه في المشروب اولا حتى يمكنك تصنيعه، وكل مشروب تقوم بتصنيعه او تطويره لم تعد تحتاج الى شيء اخر. ايضا بامكانك هذه الصبغيات ايضا ان تقوم بصناعتها، لاحظ اما عن طريق هذه دمج هذه الصبغيات مع بعضها البعض، الصغيره مع الصغيره حتى تعطيك المتوسطه، ثم المتوسطه مع المتوسطه تعطيك الكبيره وهكذا، او باحضار هذه المركبات. هذه المركبات مثل كرز الشتاء، هذه النباتات اين تجدها؟ في الغالب تجدها في ضيعه، اذا كانت عندك ما يسمى بالاضافات دي ال سي، اضافات نبيذ بالدم، يعني هذه الاضافه تذهب الى هنا في الخريطه، تذهب الى اين؟ الى الضيعه او المنزل هنا في توسان، هنا في توسان تذهب الى منزلك هنا في توسان، القلعه التي يعطونها اسمها كرمه كوروفو بيانكو، هذه تذهب اليها، وهنا تجد النباتات موجوده في الحديقه بعد ان تقوم باصلاحها. هذا بالنسبه لاغلب النباتات موجوده في هذه الحديقه. ايضا يمكنك ان تحصل عليها من هذا الشخص، اين موجود هذا الشخص؟ بالنسبه لمشروب ماريبو فورست ومشروب العسل الابيض، خذ مخطوطته من عند هذا العجوز. هذا العجوز يعطيك مهمه في البدايه، يقول لك يحتر بعض النباتات وتبحث عن بعض الاشخاص، ثم ياتي، ثم تذهب الى راهب وتحضر الراهب، وبعدها ياتي وهذا المخمور يعني يقضي ليله كلها مع صديقه يشرب الخمر، بعدها يصبح جاهز لان تفتح محل او يفتح محله ويبيع لك هذه المخطوطات. اذا هذا صانع الخيمة أين نجده؟ لاحظ في الخريطة سكيليغا، تذهب إلى سكيليغا هنا، لاحظها هي سكيليغا أو سكيليدج كما اسمها، من هنا من سكيليغا تذهب إلى هذا المكان تقريبا، أي واضحة الآن هنا بقرب من هنا، ثم تذهب إلى هذه العلامة. إذا غير كانت غير واضحة بإمكانك أن تأخذ أقرب علامة متوفرة لها وتذهب إلى هذه المنطقة، تجد هذا العراف، تجد عراف أول شيء قرب كيف تتحدث معه، ثم يقول لك اذهب إلى هذا الصانع. نعم أنا هنا. إذا نتحدث معه في البداية، لا يقبل أو حتى تتحدث مع شخص أو كاهن يكون بقربه، ثم يسمح لك الآن بالحديث معه. الآن بعد أن قمت بالمهمة نفذت مهمة التي طلبها مني، أصبح بالإمكاني الدخول إلى محله وشراء أو متجره وشراء ما أحتاجه. تجد هنا المخطوطات، أنا نهيت اللعبة لذلك لن أجدها، أنت يعني أنا قمت بتطوير هذه المشروبات وهي موجودة عندي فلا أحتاج إليها، أما أنت ستجدها في البداية هنا، اشتري المخطوطات الخاصة بها وستصبح جاهزة للتصنيع. وقلت كما سبق لا يهم إذا كان مطور أو فائق أو متقن الصنع، المهم مشروب عسل أبيض ومشروب ماريبو فورس. قم بأخذ المخطوطة الخاصة بهم، هذه مخطوطات ليست خاصة بها، يعني أنا نهيت اللعبة لا أجدها الآن، أما أنت ستجدها عندها هنا، قم بشرائها وبعدها يصبح أو تصبح قادر على تصنيعها هنا في وحدك بدون الذهاب إلى أي. إذا معظم النباتات تجدها عندها
هذا الشخص صانع الخيمة. معظم المحاليل تقوم بشراء مخطوطاتها من عند هؤلاء اللي هما اللي هي صانع الخيمة، تجد هذا. وكذلك عنده بعض الأعشاب، الأعشاب أيضا موجودة عند، ليس فقط عند هذا، في كل مكان موجود. موجود لاحظ هذا الرمز، رمز قارورة محاليل هذه، هذه في دائما ترمز إلى أين هي الخريطة. هذه قارورة المحاليل دائما مستلزمات الخيمة، مستلزمات الخيمة أو الكيمياء، اسمها الخيمياء، خيمياء خيمياء أو الكيمياء، يعني مستلزمات الكيمياء. هذه العلامة أيضا أين موجود، موجود هذا الشخص ليس فقط هنا، كذلك إذا ذهبنا مثلا إلى خريطة العالم فيلين، عندما نذهب إلى فيلين هناك كيرا، كيرا ميلتيز ولا كيرا ميلتيز، هذه كيرا هي موجودة في هذا الخم، تذهب إليها وتسألها، عندها هذه مستلزمات. إذا العراف، عراف الذئب هذا الذي عنده معزات هنا، أيضا عنده مستلزمات الكيمياء، تذهب إلى عنده وتقوم بشراء ما تحتاجه هنا، أو هذه كيرا ميلتيز هنا في فيلين، لاحظوا تكون واضحة هنا في فيلين. أيضا هنا موجود شخص آخر يبيعها. أما بالنسبة للأعشاب فموجودة أيضا في عدة أماكن، مثلا عندنا هنا في وايت ويتشر، وايت ويتشر ها هي هذه الإمرأة هنا تبيع الأعشاب، معظم الأعشاب تجدها أيضا عند هذه الإمرأة. أيضا في توسان، إذا ذهبنا إلى توسان، أين هي توسان؟ توسان تعالي يا توسان، إذا كانت عندك الإضافة هنا نبيز بالجم تذهب إلى توسان. معظم الأعشاب أيضا موجودة هنا في ضيعتك، تذهب إلى هذه الضيعة أو كرمة كرمة كورفو بيانكو هنا التي يعطونك أو تعطيك إياها الدوقة، تذهب إليها بعد أن تقوم بإصلاح الحديقة، تجدها مزروعة هناك الكروم. أيضا لاحظوا هنا موجود شخص يبيع الأعشاب هنا في هذا المكان. إذا معظم الأعشاب تأخذها من هنا، أيضا بعض الأعشاب تجدها في الطبيعة، تقوم بأمامك وأنت مثلا مسافر تجدها أمامك، قم بتحملها. أما المحاليل فلا بد في البداية أن تحصل على مخطوطاتها، مخطوطات المحاليل تجدها عند هؤلاء مثلا هنا، لاحظوا هذا الذي عنده مستلزمات الخيمة، تذهب إلى عنده تجد المخطوطات مثلا. المشكل أيضا يسأل الكثير ليس عن هؤلاء، وإنما يسألني عن بعض عناصر، مثلا عين وحش، لعاب وحش، دم وحش، مثلا بيضة نعامة، بيضة، هذه الأشياء أين نجدها؟ يسأل الكثير أين نجدها؟ أنت بطبيعة الحال في أثناء جولك تصاد بكثير من الوحوش وتقوم بقتلها، لكن معظم الأشياء التي تأخذها منها تكون بدون فائدة. هناك طريقة بسيطة للحصول على بعض الأشياء، هذا هو الذي تحدثه في البداية، ثم يأمرك بأن تذهب إلى ذلك العرف. لاحظ هذه النبات، كيف أستطيع أن أقوم بفك هذه الأشياء، فك هذه الأشياء أين هي؟ دعوني أذهب إلى حجاج يكون محترف مثلا، حجاج، الحجاج محترف بالنسبة لي سكيليغا، تجد هذا هو الحجاج المحترف في سكيليغا. بالنسبة لي فيلين اعتقد هنا فيلين، بالنسبه لي فيلين احسن حجاج، والحجاج يعني المحترف كما يقال موجود في ضلعة كروبوش او ما يسمى تلك الضيعه، اين هي؟ نعم هنا قلعه كروبيرش، هنا قلعه كروبيرش، هذا هو الحجاج احسن حجاج، ها هي قلعه كروبيرش، تذهب اليه هنا، اين يوجد صندوق؟ تذهب اليه، هذا هو احسن حجاج في فيلين. بالنسبة لي أين سكيليغا فيلين، نيوفغارد، نيوفغارد صديقه هذا الذي اسمه، لاحظ هذا ومستخلصات أعشاب موجود هنا يبيع الأعشاب، هذا الحجاج هو أحسن واحد في نيوفغارد، سأذهب إليه مثلا. لماذا الحجاج ليس فقط لسريع الدروع وتطويرها وكذا، لا، الحجاج أيضا يساعدك في فك بعض مستخلصات الوحوش، بعض الأحيان تستجد مثلا عين وحش أو مثلا لعاب وحش أو لعاب كذا أو لعاب،
يعني لا تعرف كيف تحصل عليه، من أين ستحصل على اللعب؟ سأريك أين، أو جماع مثلا نيكز أو كذا، من أين تحصل عليه؟ سأريك كيف تقوم بالحصول على الأشياء التي تظهر أنها مستحيل تجدها في الطبيعة. أنت ستقوم بالاستفادة من ما يعرف بفك. أي زهبة. سنذهب إلى صديق. Where are you scurrying to, Rich? Let's see your pass. Pass? What pass? Kind of pass confirms you ain't no mage. Can't enter your... So, hang on. How do... Start by making an... Let him through. Here's his papers. What? But we're... Not your concern. Regards from Siggy Reuven. Boys, let's... يعني كان بالإمكان أن أقتل هذا الغبي. أو صديقه هذا. Greetings, Ibeer. Ibeer اسمه Ibeer. هذا أيضا حجاج محترف. هنا ماذا سنفعل؟ نذهب إلى الفك. هذه الفك ماذا سأقوم بفك؟ ماذا مثلا هذه هذا الصحن طلاسيم أو لا أحتاجه، إذن عندما أفكه أحصل على خام الحديد. ها يعني بعض الأحيان عندما تقوم بفك لاحظ هذه لا أحتاجها، ماذا أفعل بها؟ طبق من النحاس، ولكن عندها خام من النحاس وخشب سنحصل على وهكذا. مثلا هذا جلد، جلد مقوى وقصاصة، وعندما نقوم بفكه لاحظ سنحصل على جلد مقوى وقصاصات فرع وهكذا. مثلا أريكم بعض الأشياء التي تحتاجونها كثيرا ولا تجدونها، مثلا هذا لحم ني أو كبد الذئب. هذا مثلا لاحظ هذا نخاع عظام الغول لا نحتاجه، ولكن عندما نقوم بفكه نحصل على عظام وحش ودماء سوداء. هذه مثلا بيضة، بيضة هاربي، عندما نقوم بفكها نحصل على بيضة وحش وريش وحش، إذن وهكذا. هذه مخلب وحش، عندما نقوم بفكها نحصل على مخلب جاهز، يعني وهكذا. قم بفك الأشياء التي لا تحتاجها، مثلا عين، هذه غير صالحة للتصنيع، لكن عندما نقوم بفكها نحصل على عين وحش وشعر وحش، وهي مواد قابلة للتصنيع، يعني نقوم بتحتاجها في التصنيع، وهكذا. قم بفك الأشياء التي تبحث عنها فقط هنا. اختر من هنا من القائمة متنوع، اختر ما تريده، وهنا ستظهر لك ما هي الأشياء التي تحصل عليها بعد الفك. إذن هذه الأشياء التي نحصل عليها بعد الفك. إذا كنت مثلا تحتاج إلى لعاب مثلا وحش أو كذا، ابحث هنا هكذا حتى تجد مثلا لعاب وحش أو دماء وحش. لاحظوا دماء وحش، قشرة، قشرة، خلاصة وحش، مخبأ وحش، لا أدري أنا، نسيج وحش مطحون، جماء وحش، لاحظ وهكذا. كل ما ذهبت اخترت شيئا تحصل على ما هو الشيء أو يعطيك ما هو الشيء. سن وحش، لاحظ خلاصة السم، سن وحش، بيضة وحش، وهكذا. هذا هو الفك. إذن بفك هذه الأشياء التي لا تحتاجها في التصنيع تحصل على أشياء مهمة جدا في التصنيع. أتمنى تكون هذه الطريقة واضحة. هذا بالإضافة إلى أنك تستطيع صناعة الأسلحة هو هنا عند هذا الشخص. إذن بفك الأشياء تحصل على الأشياء الصعبة التي ربما لا تجدها في الغابة ولا تجدها أمامك. هذه أحسن طريقة للفك، وقد وضحت لكم أين توجد أو أحسن مصنعين.
المهم عفوا إذا كان هناك استفسار عن أي شيء آخر دائما اذهبوا إلى سواء المصنعين الخيمياء أو الكيمياء عفوا أو مصنعي الأسلحة دائما اذهبوا إلى المحترفين لا تذهبوا إلى الناس العادية ذهبوا إلى مصنعين محترفين بالنسبة لأسهم وقد وضحتهم هنا في الخريطة في فيلين في نيوفغارد موجود هذا إيبير هذا في فيلين هناك هذه الضيعة ها هو في فيلين هذا هنا في قلعة كروبيريش أو قلعة البارون الدموي عفوا هذا موجود هنا تذهب إليه هذا أحسن واحد في فيلين بالنسبة لي توسان أفضل مصنعين في كل شيء يعني هنا المحترف هنا مثلا إذا ذهبت إلى هذا أين هو هنا هذا 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 محترف هذا الشخص أفضل أين هو هذا الذي يوجد نعم هذا محترف هذا أحسن شخص سميت المحترف تذهب له فتجد عنده كل أنواع الدروع المتطورة أو تقوم بتطوير الدروع عنده إلى أقصى حد ممكن وذلك مصنع الأعشاب وكذلك الذي يبيع الخيمة كل هذه موجودة في توسان إذا كنت تبحث عن أي شيء أتمنى أن يكون هذا الفيديو أفادكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم.